عرفت الحصة التدريبية لفريق الوداد الرياضي ظهور زهير المترجي نجم الوداد بعد غياب عن الفريق للمباريات الثلاثة الأخيرة، ويسعى الطاقم الطبي لفريق الوداد الرياضي إلى تأهيل زهير المترجي نجم الوداد خلال مباراة مضيفه نادي المولودية الوجدية السبت المقبل برسم مباريات الجولة السابعة من البطولة الاحترافية. ويسعى الوداد الرياضي إلى استعادة لاعبه الودادي كامل جاهزيته قبل المواجهة المذكورة، حيث فضل الطاقم التقني إراحة اللاعب في المباريات الثلاث، وبات زهير المترجي مرشح أن يكون حاضر في قائمة النادي الأحمر التي ستواجه النادي الوجدي السبت المقبل في انتظار حسم مشاركته من عدمها من طرف الطاقم التقني للوداد. تصدر الإشارة إلى أن فريق الوداد الرياضي سيواجه السبت المقبل مضيفه نادي المولودية الوجدية بداية من الساعة 6:15 مساء على أرضية الملعب الشرفي بوجدة.